السلام عليكم، مرحبا بكم كاع اللي كتفرج فيا. سيداتي ساداتي، اش كتعودوا؟ كلشي مزيان. فيديو اليوم روتيني كيفاش غادي نقضي هذا النهار بواحد المريقه ديال البرد بالخضره، وغادي نشارك معكم واحد المحل يقدروا بنات ديال هولندا ما تعرفوش، هو قديم هنايا في هولندا بحال شكل البرت هاين ويومبو. ليدل ولا شويه غالي، كنحاولوا نستافدوا مره مره من هاد المحلات. بالنسبه لهذا عمرني ما تقديت منه حيت بعيد عليا بزاف 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 بزاف. المهم مشينا البارح تقدينا منه بعض الاشياء، ولكن كيديروا فيه عروض زوينه بزاف. ليدل ولا غاليه البنات، ولكن بعض الاشياء كاينه في ليدل رخيصه، بحال داك لي بيسكوي، لي بونبون، البيستاج، داك الشيء كاين في ليدل رخيص. ولكن الخضره راه شاله فيها العافيه في ليدل، والفواكه. لهذا كتحاولوا ديما البنات يكونوا عندكم هذوك الاشارات اللي كيلوحوا لكم في يوم السبت او يوم الاحد، تكونوا كتردوا ليهم البال ديما. راه كل محل وفي حاجه رخيصه وحاجه غاليه، ولكن ليدل مغلي الفرماج، مغلي لي سالاد، مغلي بزاف الحوايج، فهمتوا البنات؟ المهم بعض الاشياء اللي فيه رخيصه، المهم حتى هو راه ولا من الحوانت اللي هما غاليين. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. اول حاجه ضروري من الفطور، هنا ديت بنتي للحضانه وجيت كنفطر، كنشري هاد كرواسه من البرتين، فيها الفرماج لداخل، فرماج مي كندخلها كيدوب وكيولي زويون، وحط حداي شويه ديال الخيار وقهيوه ديالي كيف العاده، وغادي ندوز نفطر. سمحوا لي بصحتكم، راكم في الجنه. هنا يمشي جبت بنتي من الحضانه كيف كتشوفوها هي، بزاف بنات قالوا لي ما تصيفط، بقيتش تصيفطيها بسروال ديال التين، وليت هكا كنصيفطها بالكولون واللي كيكونوا مقطنين من الداخل. المهم هنايا جات من الحضانه، اول حاجه كنوجد لها البيجامه ديالها كيف كتشوفوا، وكنغسل ليها ايديداتها، وكنغسل لها وجهها، ونغسل لها رجليها، ومن بعد عاد كنوجد ليها التغدى. الغدا ديالها هو لي بات مع الكفته والفرماج. غادي ندوز نحضر العشاء، غادي يدير مريقه بخيزو واللفت والبطاطا، وغادي ندير معاهم صدر ديال الدجاج. المهم غادي ندوز نوجد الدجاج، بعدا غادي ندير فيه العطريه وكلشي. اكتشفت بلي ما عندي لا قزبر لا معدنوس، ومع ذلك غنطيب المرقه بلا قزبر بلا معدنوس. انا ما فيا اللي خرج، وهاد الوقيته غديت بنتي وطلعت نهاس، يعني ما عنديش كيفاش نخرج، وما كاين حتى شي دري كيلعب في الزنقه يتسخر ليا بحال المغرب. ايوا يا سيداتي، صافي استعملت كلشي بلا قزبر بلا معدنوس. المهم الواحد هو اللي يقضي باللي كاين وباللي موجود في الدار. المهم هاد القضيه اللي كنديرها بزاف المرات في الدار، وهي كنجمع الصالون وندوز سبيراتور، حيت بنتي ملي كتكون تتلعب ضروري كتكون هازه بيسكوي في يديها، هازه شي حاجه في يديها كتاكل فيها، ايوا ضروري التفرتيت. عاد بان ليا غفله مشات كطلعت الفوق تلعب ولا شي حاجه، كندير سبيراتور، حيت ما تتعرفيش اشنو كاين، ما كتعرفيش شكون يقدر يجي عندك. واخا هنايا ما كيجي عندك الواحد حتى كيصوني لك في التليفون ويقولك انا جاي، ولكن ضروري ضروري بعد خطرات ما تعرفيش شنو لوستي بغات ديا مفاجاه، حشومه تجي وتلقى الصالون فيه تفرتيت تاع الماكله ومرون. ايوا مع الوليدات هذا هو جهدنا، ما عندنا ما نديرو. البنات خواتاتي قالوا لي شاركي معنا سناء كيفاش كتعجني الخبز بالقمح. المهم انايا البنات اللي غادي يسولوني على هذا القمح بنخالته، راه كتصيفط ليا ماما العبره من المغرب، كتصيفط ليا وكتجي هنايا، ورانا كنبدا هنا نغرب الفئر باش نشوف هذيك النخاله شنو فيهم، بعد راه كنعاود اللوحه وكنعجنو بنخالته. صافي كندير جوج بيبنات ديال القمح بنخالته، كندير جبانيه وحده ديال الدقيق الفورس هاد البيض هذا، حتى هو كنغابرو باش هاد الحبيبات ما تجيش ليا في العجينه وتبقى هكا العجينه مكوره. صافي البنات غادي نخلط هاد المكونات تدخل مع بعضياتها، هادي هي طريقتي كيفاش كندير الخبز وكيجي زوين ورطب
وانا غنوريكم كيفاش تخليه باش يجي رطب. هنا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي ندير الخميره حسب معلقه كبيره ديال الخميره صافي. ونعجن كل شيء بالماء بارد، ونوريكم العجينه كيفاش خاصها تكون باش هكا كيجي الخبز فتي ورطب ما كيجيش قاصح. هذه هي العجينه، كتجي هكا مرخيه بحال ديال المسمن هكا كيفاش تخليو العجينه صافي. غادي نخليها تما تخمر ليا، ملي غادي تخمر غادي نقرصو وغادي نخليه يرتاح ثاني واحد شويه وعاد كنطيبو. انتما معايا، انا غادي نغطيها ونخليها ترتاح. صافي هنايا غادي ندير لي ثقه بالفرشات، وغادي بالفرشات بالفرشيطه وندخلو يطيب. في غشيت الخبز في الفران، غادي ندير لي واحد قهيوه وغادي نمشي نجلس نرتاح لي واحد شويه، وديك الساعه نكمل نكمل العمل ديالي في الدار. والله الا عرفتي جاني الجوع، وجا هشام حطينا تعشينا الحمد لله. هادي راه الهريسه البنات اللي حاطه هنايا. ها هي هانور باقا كتعشى ضربت لي. المهم البنات دابا غادي نطلع البس حويجاتي باش غادي نمشيو نتقداو ان شاء الله. صافي دابا انا لبست، عرفتي البنات لبست عاد حشاني ديال البيجامه، وحتى لي هاد القبيض بالسروال ديال الجين ديالي، وغادي نمشيو انا زايره الساك غنمشيو دابا نتقداو. هاد المحل كيف قلت لكم ما عمرني ما دخلت تقديت منه، ومشي انا نشوف هاد لاحظتوا ما بقيتش كندير لكم التقاديه ديالي ديال ليدل، ما بقيتش كنتقدى من ليدل بحكم ديك لاكيس اللي كنمشيو نبقاو واقفين بالسويع، وتا ليدل ولا غالي. البنات اللي في هولندا كتولي في التعليق واش ما كيجيكمش باللي ليدل ولا غالي؟ دصرو دصرو بريمارك وليدل دصرو. المهم البنات البرتين يومبو هادو اللي وليت كنتقدم عندهم وسط الاسبوع، وكيديروا اكسي زوينين. ودابا حنا غنمشيو ناتوراما، لان حتى هي كدير داكشي زوين الكحت. غنمشيو ناتوراما دابا نتقدم منه، وغندير لكم جوله خفيفه فيها باش تشوفوها كي دايره. وبنات ديال هولندا راه ليدل ولا غالي؟ حنا كنتبعو الرخا، والبرتين غاليه بلي مارك ديالها، خدي لا مارك ديالها. ويومبو حتى هي خدي لا مارك ديالها، خدي لا مارك ديالها راه غتقام عليك رخيصه. دابا غادي نسد عليا هنايا وصافي. هادشي اللي كاين راكم عارفيني انا والعشق، شفنجة والعشق ديالي. سد الباب هشام، شتي واش كاينه القفه؟ ها شوف واش كاينه القفه، باش نهزو القفه والكروسه مع بعضيان. ها البنات اللي قالوا لي راه نسيتي نهار سميتو الباب محلول، لا فاش انا قلت لكم راه هشام خصو يجي يسدو، انا رديتو سديتو تسد الباب، وكان مشيت انا للطوموبيله هو رجع سدو عاد جاو مشينا. تخموش اشحال البحث اخت قالت لي بيه. ها صافي راه نجيبها. واحد اخت قالت لي بقى بالي معاك ما بلعتيش الباب. لا بلعتو. وصلنا دابا هانتوما كاينه بريميرا زي ما انا دو كاملين كيسدو وتويشيه اللي حنا جايين ليها، وهي هذه هي هاد ناتوراما حداها اكشن اشن سدات كلشي سد كلشي سد قات هاد ناتورا ما حيت واحد المحل ديال الماكله عندك ماما اوطو صافي ما تلقاش لا شي وصل لا شحال يا ماما وقت فك فك هشام وحلا واحد الماسك في شعره. نهبطوا القفه ولا بلاش تنجيبوا الكروسه هنا خويا يلا حنا غادي ندخلوا. سيري ماما سيري حنا غادي ندخلوا هاك هزي يلا يلا غادي لكم مع واحد دويره خفيفه ظريفه باش ما يجيش الفيديو طويل، وغادي نشارك معكم اشنو تقديت منه. كيف قلت لكم راه اول مره نتقدى منه، وبنادم يتبع الرخا اللي درا ولا غالي خوتي. تعير بالورد كيبيعوا داكشي الورد. يلا ماما يلا زيدي زيدي نمشي منين نوضي ما تقسيش في الارض. ها انتما راك رايد فاتو زيمان سادين، وهنايا كاينه ناتوراما الدخلة. أول مرة أجي هنا. شو هنا كيجيو الناس يمكن يشربوا شي حاجة هنايا كيشا ماشي تابع هادشي لعيبة أكشن. البنات اللي غيسولوني فين كنا المحل في ايندوفن،
من كخين جروب لي شو هذا ما عارفش نعس من كخين جروب لي عفين البنات هذو الوجبات بكل شيء لهم شو هذا اللي بغى يدير البصارة شي جاهز زوج الدش البنات شوف كبير بزاف سالينا البنات من بعد غادي نمشي للدار ونتقسم معكم اشنو خديت من ناتوراما اوف باش زوينه مثلا تكون هاد القرعه مثلا دايره 120 كيقولك الا خديتي جوج غتحسب لك هادي ب 100 ريال ولا 90 ريال عطينا غير مثال فهمتي مثلا كانت واحد الحاجه ب 300 ريال كيقولك الا خديتي ثلاثه غتحسب لك 260 200 فهمتي 240 هادشي باش زوينه هاد ناتوراما ورحنا نقلنا تقدينا داكشي كامل اللي خاصني حيت السيمانه اللي فاتت ما تقديتش كنت خدامه على عقلتو ايوا انا دابا مشيت نتقدى يلا نتلاقى معكم في المنزل يا سيداتي
صافي يا سيدتي، رجعت للدار هنايا. كنرجع كل حاجه هنا بلاصتها. هنا انا تقاسمت معاكم اشنو خديت من ناتوراما في واحد الفيديو غنديرو لكم خاص ان شاء الله، وقلت لكم بالاثمنه، وقلت لكم شنو هما العروض اللي تما، المهم شرحت لكم مزيان مزيان باش هكا اخواتاتي اللي هنا في هولندا غادي يستافدوا مزيان، وحتى اللي عنده العائله هكا في هولندا غادي يوريهم هذا الفيديو، غادي حتى هما يستافدوا من هذه العروض. حنا ديما كنتبعوا العروض اللي منخفضه. البنات اللي غتصوني على هذه الشبكه راه كنت خديتها من بانجود، شوفوا الشكل ديالها زوينه البنات، خديتها دي عام. صافي رضعت كل حاجه بلاصتها. هنا القهوه كنستفها هنايا في هذا العبادي. خواتاتي اللي غادي يسولوني على هذه كنت خديتها من كسينوس، ولكن هنا في ايندوفن ما بقاش كسينوس. المهم انا كنت خديتها من كسينوس البنات، مبقيتش عاقله على الثمن بالضبط. المهم كندير فيها هاد الكغبس هادو، كيجيو فيها المنيطر زويون. المهم البنات تسناو مني فيديو الجاي، تقاسمت معكم كيف قلت لكم فيه كل شيء وغادي يكون مفيد، وباش ما يجيش هكا الفيديو طويل والبنات يملوا. المهم انا قسمته، درت المشتريات ديال التقضيه بوحدهم. يلا البنات الله فريوسكم، الا كنتو كتشوفوه بنهار نهاركم سعيد ويدوز بخير وعلى خير، كنتو كتشوفوه في الليل تصبحوا على خير. كنحماق عليكم وبوسه لكم كبيره. باي باي.